حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الموبايل مباشره، وازاي نعمل اسكان ونحفظه في الموبايل على الطوابع الكانون ام اف 272 دي دبليو بدون ما نوصل البرينتر باي كابل ولا حتى نوصل الموبايل باي كابل. وعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نروح للخطوات على طول. اول خطوه لازم نربط البرينتر بالراوتر. هننزل تحت كده تمام لحد ما يجي لنا القائمه، ثم نختار اوكي، ثم نختار التفضيلات، ثم نختار تالت اختيار الشبكة، ثم هنختار تاني اختيار اعدادات اللان اللاسلكية، ثم هنختار نعم. وهنا بيقول لك جالي البحث، وزي ما انتم شايفين ظهر لك اكتر من شبكة راوتر في المنطقة عندك تمام، فانت بتختار اسم الراوتر بتاعك وبتبدأ تكتب كلمة المرور الراوتر الواي فاي. وطبعا عشان تكتب كلمة المرور بتختارها بالاتجاه كده تمام، يعني بتختار الحرف كده وبتضغط على اوكي. تعالوا نشوفه مع بعض كده، هختار حرف الان اهو اتكتب ان، عايز حرف الاو، الاو كمان مرة، بعد كده عايز حرف الار. دلوقتي عايز اكتب باقي كلمة المرور بالارقام، فهطلع فوق على اختيار اسمه تبديل وضع الادخال، وطبعا دي الحروف الكبيره اللي هي الكابيتال، ودي الحروف الصغيره اللي هي السمول، ودي الرموز اللي هي ات واندر سكول وشرطه والكلام ده. فهنزل تحت اهي هلاقي الارقام تحت اهي، وبعد ما كتبنا كلمه المرور بالطريقه الصحيحه بنطلع فوق كده تمام، ونختار تطبيق، ثم نختار نعم. والافضل انك تكون مقرب الراوتر من الطابعه، يعني ما يبقاش الطابعه بعيده قوي عن الراوتر عشان موضوع الطباعه يبقى سهل وسريع معاك. ثم بنختار المنزل كده، هتلاقي فوق هنا علامه تردد، معناه ان الطوابع اتربطت بالراوتر الواي فاي بنجاح. وفي خطوه مهمه جدا لازم تعملها بعد ما تربط الطابعه بالراوتر، عشان بس لما الكهرباء تقطع او تطفي الراوتر وتولعه كل شويه رقم الاي بي هيتغير، ودي هتبقى مشكله جامده بالنسبه لنا. هنروح للقائمه مره ثانيه، ونروح للتفضيلات، ونروح للشبكه، وننزل عند الاختيار اللي اسمه اعداد التي سي بي اي بي، ونختار اول اختيار اي بي في 4، نختار اول اختيار اعداد عنوان اي بي. ودلوقتي ندخل على اكتساب تلقائي التشغيل، وندخل على حدد بروتوكول ونخليها ايقاف، وهكذا الاي بي تلقائي نخليه ايقاف، ثم نختار تطبيق. وبعد كده هنطفي طبعا من زر التشغيل كده بالطريقه دي كده اهيت تمام، وبعد ما تطفيها بترجع تشغلها مره ثانيه. وبتنتظر لحد ما علامة التردد تثبت هنا. أو زي ما أنتم شايفين علامة التردد ظهرت هنا، معناه إن الطوابع اتوصلت بالراوتر. فدلوقتي هنروح لجهاز الموبايل ونتبع الخطوات واحدة واحدة مع بعض، فيلا بينا. أول خطوة هنعملها هندخل على البلاي ستور أو الآب ستور اللي موجود في موبايلك، ونكتب في السيرش هنا كلمة كانون أهي بالطريقة دي كده، ثم نختار بحث. هننزل تحت شوية كده تمام، شويه كمان لحد ما يجيك اختيار اسمه كانون برنت بزنس، بنختاره كده ونختار تثبيت. بعد كده هننتظر لحد ما البرنامج ده يثبت معانا، وطبعا البرنامج ده هتلاقيني سايب لك رابطين تحت في خانه الوصف، او ممكن تلاقيهم في اول تعليق. الرابط الاولاني لمجرد انك تضغط عليه هيحولك للبلاي ستور على طول عشان تقدر تحمل لانظمه الاندرويد، والرابط الثاني عشان تقدر تحمله في انظمه الايفون اللي هي الايوس. بعد كده البرنامج فتح قدامك كده، هنختار فتح تمام، ونختار السماح. طبعا هيقابلك كذا اختيار في الاول كده روتيني عادي جدا، بتعمل اجريف اجريف اوكي، حاجات كده خطوات بسيطه. هيظهر لك البرنامج بالشكل ده، فوق على الشمال في علامه طابعه وفوقها زائد، ضغطه واحده عليها، وهنختار اول اختيار اوتو سيرش. وزي ما انتم شايفين ظهر لك البرنتر بتاعتك مكتوب عليها ام اف 270 سيريز، بتختارها عادي جدا كده وتختار ادت، وبكده وصلنا البرينتر بالموبايل. طب ولنفترض دلوقتي مثلا عملت سيرش وما لقيتش الطابعه بتاعتي، هعمل ايه؟ لازم نطلع رقم الاي بي الخاص بالبرينتر ونكتبه في الموبايل. طب ازاي نطلعه وازاي نكتبه؟ الموضوع بسيط، هننزل تحت كده تمام لحد ما يجي لنا القائمه، اوكي، نختار التفضيلات، نختار الشبكه، نختار اعدادات تي سي بي اي بي اللي هي دي اهي، هنختار اي بي في 4، هنختار اعدادات عنوان اي بي، هنختار اكتساب يدوي.
اهو هو ده رقم الاي بي اللي انت تكتبه دلوقتي في المانوال سيرش مش الاوتو سيرش. تعال نشوف الخطوات مع بعض. هتفتح نفس البرنامج عادي جدا وتختار اضافه الطوابع اللي هي على الشمال دي زي ما اخترناها، والمره دي هتختار مانوال سيرش. تمام، هيقول لك اكتب رقم الاي بي اللي ظهر لك على شاشه البرنتر، فانا هكتبه دلوقتي حالا اهو زي ما انتم شايفين كده، وبنختار اوكي اهو زي ما انتم شايفين البرنتر ظهرت لك اهي، بتختارها كده وبتختار ايديت، وبكده وصلنا الموبايل بالطوابع. طب ازاي نطبع؟ الموضوع بسيط جدا، هنقفل اي حاجه احنا فتحناها خلاص مش محتاجينها في اي حاجه، ونختار الملف اللي ما بعت لك على الواتساب ما بعت لك على الميل لو عايز تطبعه. وعلى سبيل المثال اختار مرحبا بك، ده الملف ده مكون من 6 أوراق او 5 أوراق عاوز اطبعه. وخطوات الطباعه واحده، هنختار مشاركه او شير، هنختار ارسال نسخه، هنختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه او الازرق ده، تمام، وبعد كده هنختار برنت. او زي ما انتم شايفين اللمبه الصفر اللي نورت معناه ان الطوابع اخذت امر من الهاتف. او زي ما انتم شايفين طبعنا الخمس اوراق او 6 أوراق اللي موجوده في الهاتف، او زي ما انتم شايفين ممتازه جدا. طب دلوقتي البرنتر دي فيها خاصيه الطباعه على الوجهين تلقائيا، عاوز اطبع الملفات بتاعتي على الوجهين. الموضوع بسيط جدا، هتختار نفس الملف او مثلا هتختار ملف فيه عدد اوراق كتير يعني فوق الورقه، تمام، وهنمشي نفس الخطوات بالظبط. هنعمل مشاركه كده ونختار ارسال نسخه، هنختار برنامج كانون، ولو ضغطت على طباعه دلوقتي فهتطبع الاوراق منفرده ورقه ورقه، تمام. طب دلوقتي عايزين نظبط انها تطبع الوجهين. فوق كلمه برنت في قايمه كده فاضيه مكتوب عليه ايه 41 كوبيز برنت رينج اول، ضغطه واحده عليها كده. الاختيار السابع مكتوب عليه 1 سايد 2 سايد، تمام، لو ضغطت ضغطه واحده كده هيظهر لك اختيارين. لو هي متحدده على اول اختيار 1 سايد فهي هتطبع الاوراق ورقه ورقه منفرده. تاني اختيار وتالت اختيار ده خاص بالطباعه الوجين، فانا بفضل انك تجرب مره كده ومره كده لحد ما تظبط معاك وتعرف اني واحده المفضله ليك. انا دلوقتي هختار 2 سايد لونج ايج اهي، تمام. نرجع خطوه لورا، نرجع كمان خطوه ونختار برنت. اهي سحب ورقه تاني عشان تقدر تطبع على وجهها، على الوجه التاني يعني، اهي الوجه الاولاني الوجه التاني الوجه التالت الوجه الرابع، وهي طبعا اخر ورقه عشان هما 5 أوراق فطلع لك الظهر ابيض. كده عرفنا ازاي نطبع على الوجهين تلقائيا، وكمان عرفنا ازاي نطبع على الوجه الواحد منفرد. طب دلوقتي انا عاوز اعمل سكان او مسح ضوئي واحفظه في الموبايل. الموضوع بسيط جدا، هنروح لبرنامج كانون اللي احنا نزلناه، تمام، ونفتحه عادي جدا كده. هيظهر لك الاختيار اللي على اليمين ده مكتوب عليه سكان، ضغطه واحده كده هنختار اوكي، هتختار استخدام هذا المجلد بالطريقه دي كده ونختار السماح. هيفتح لك قائمه بقى في الاعدادات الخاصه بالاسكان او المسح الضوئي، وهيظهر لك اكتر من اختيار مهمين جدا لازم تفهمهم قبل ما تعمل سكان. اول حاجه مكتوب عليه اوريجينال بلاسمنت، ضغطه واحده كده، ده خاص بمصدر سحب الاسكان، فالاصدار ده موجود فيه مصدر واحد بس لسحب الاسكان وهو ازازه برنتر اللي احنا بنحط الورق وبنصور عليه. في برنترات ثانيه بيبقى فيها مصدر ثاني اللي هو جهاز الفيدر او جهاز الاي دي اف، فطبعا لو ضغطت ضغطه واحده كده هتلاقي اختيار واحد بس مفيش اختيار ثاني. ثاني اختيار مكتوب عليه سيلكت كلر، لو ضغطت عليه هيظهر لك اختيارين كلر وجري سكيل. لو اخترت كلر دي فانت هتعمل سكان لاي ورقه بالاسود والوان، يعني ورقه عليها ختم، ورقه عليها الوان فيها الوان وفيها اسود، هتظهر طبيعيه زي الاصل بالظبط. لكن لو اخترت جري سكيل تاني اختيار فانت حولت انك تعمل اسكان اي حاجه بالتدريج الرمادي، حاجه كده زي الابيض الاسود مش الوان، فانت بتختار اللي انت عايزه. وعلى سبيل المثال هختار كلر. تالت اختيار مكتوب عليه ريزولوشن، وده خاص بجوده او دقه المسح الضوئي، وهنا بيظهر لك اختيارين 150 في 150 و 300 في 300، فانت بتسيبها 300 في 300 زي ما هي افضل ليك. رابع اختيار مكتوب عليه اوريجينال سايز، وده حجم الورقه اللي انت هتعمل لها سكان، لو ضغطت كده هيجي لك A4 وليتر، طبعا انت بتسيبها A4 زي ما هي، دي افضل حاجه. خامس اختيار وده يعتبر اهم اختيار في الاسكان، فايل فورميت، لو ضغطت عليه ضغطه واحده كده هيظهر لك اختيارين بي دي اف وجي بي اي جي. بي دي اف ده اللي هي صيغه المسندات، والجي بي اي جي ده صيغه الصور،
يعني دلوقتي لو اخترت بي دي اف فانت هتحفظ الورقه دي بصيغه البي دي اف، لكن لو انت اخترت الجي بي اي جي فانت هتحفظ الصوره بتاع الاسكان دي بصيغه صوره. تمام كده فهمنا؟ فاحنا هنجرب مره بالبي دي اف ومره بالجي بي جي. فبتروح دلوقتي على البرينتر كده وتفتح باب الازاز كده وتبدا تضيف فيه الورقه اللي انت هتعملها اسكان، والشاهد الاسفل والظهر الابيض يبقى عليه اهي من بدايه الزاويه هنا كده، ونقفل باب الماسح الضوئي. بعد كده نروح لبرنامج كانون. بعد كده بتعمل ايه؟ بنختار اسكان. هنلاحظ ان البرينتر اشتغلت عندك، كانت نايمه كده ولمبه صفراء بدات تنور وفي صوت ظهر من اسكان. او زي ما انتم شايفين الورق اللي انا حطيتها في ازازه البرينتر ظهر لك بالشكل ده. لو هي تمام وكل حاجه تمام بتختار دن، لو هي مش عاجباك بتظبطها من تاني وتختار اسكان. طبعا الصوره كويسه جدا بالنسبه لي فاختار دن اهي. خلاص كده واتحفظت فوق اهي بصيغه البي دي اف. طب دلوقتي عاوز احفظها بصيغه الصور. تمام، هننزل عند فايل فورمات. تمام، ونختار جي بي اي جي اهي ونختار اسكان. او زي ما انتم شايفين ظهرت لنا الاسكان بتاعنا. هنختار دن زي ما اتعلمنا قبل كده. لو دخلنا هنا على استوديو او البوم الهاتف هنلاقي الورقه محفوظه اهيت زي ما انتم شايفين، ده في البوم او استوديو الهاتف زي ما انتم شايفين كده. ولو دخلت على ملفات البي دي اف هتلاقيها محفوظه في ملفات البي دي اف اللي انا عملت لها بي دي اف من شويه. ان شاء الله استنوني الفيديو اللي جاي وهنتعلم مع بعض خطوات تعريف الطوابع بالكمبيوتر او اللابتوب، مره باستخدام الكابل يو سي بي ومره باستخدام الراوتر واي فاي، وكمان هنتعلم ازاي نعمل سكان من الكمبيوتر او اللابتوب. اتمنى ان حلقه النهارده نلت اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون عجبكم. منتظر اي استفسار ليكم بخصوص طابعات كانون. كان معاكم احمد السام من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.